السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي انت بتسمعه معايا لأول مرة، وربما يكون ما سمعتوش قبل كده. احنا كنا اتكلمنا في حلقة سابقة ان في 5 شروط لصحة الصلاة، وذكرنا منها استقبال القبلة. السؤال، هل في حالات يجوز فيها عدم استقبال القبلة في الصلاة؟ المفاجأة ان بالفعل في حالات بيجوز فيها عدم استقبال القبلة في الصلاة، زي منها العاجز كمريض لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فنقول كما قال المولى عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فليصلي يعني في أي اتجاه يشاء، فإن اللي معهوش حد يساعده ولا يعينه على الاتجاه إلى القبلة. أيضا عند اشتداد الخوف لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عثيمين رحمه الله: لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو من حريق أو من زلزال وما أشبه ذلك، فإنه سقط عنه استقبال القبلة، ومع ذلك إن أمكنه استقبال القبلة استقبلها. أيضا من الحالات التي يجوز فيها عدم استقبال القبلة في الصلاة المتنفل الراكب في السفر. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، أي قبل أي وجهة توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ومعنى يسبح أي يصلي النافلة، لكنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن استطاع، لما ثبت أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، ويومئ في الركوع وفي السجود، وإذا لم يتمكن من تكبيرة الإحرام تجاه القبلة كبر حيثما تيسر له. هذا هو ديننا وإسلامنا، لا عسر فيه، بل ديننا يسر بفضل الله عز وجل، فما شاد الدين أحد إلا غلبه. هي كده، لكن ديننا بفضل الله عز وجل يسر لنا كثير من الأمور العبادية والتعبدية لله عز وجل. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.